سؤال شعيب قدم مقترح لمناقشة الشكوى داخل مجلس الأمة، ليش ما وقعت وياه وليش ما وافقت وياه وليش بالتصويت ما وافقت وياه؟ يعني شوف، حدث العاقل بما يعقل. أنت اليوم تقول لي في شكوى، أوكي، ونبي نناقش الشكوى في مجلس الأمة، وين المشكلة؟ أنا أتكلم عن الموضوع، عن متن الموضوع، وأتكلم عن مكان الموضوع. متن الموضوع نبي نتكلم عن شكوى جنيف، صح؟ هذا الطلب. زين، عطونا شكوى، احنا نبي نناقش شيء. اليوم نقدر نناقش موضوع في مجلس الامه واحنا ما ندري شنو؟ ليش ما خليتوه عشان تعرفون شنو؟ لا، خلي يعرض علينا الشكوى، خلي نشوف الشكوى شنو هي، شلون نناقش موضوع احنا ما ندري شنو هو. قال شعيب حتى كتبها في اكاونته بتويتر، ما قال ليش يقول محاذير ليش شكوى سريه. شنو المحاذير؟ اذا كان يتعلق مثلا في امن وشخص وسلامته، يتعلق في انه يتعرض لامور قانونيه، هذه من المحاذير اللي ما تعرض لامور قانونيه. احنا ما ندري شنو يتعرض لامور قانونيه. نائب مقدم شكوى. زين، شنو تفسيرك؟ شنو تفسيرك ان شنو الشكوى هذه؟ الشيء الثاني، هو وين قدم الشكوى؟ جنيف. في جنيف. اوكي، شكوى ما انقبلت، صح؟ أي. ما انقبلت شكوى. احنا شكوى، اتحاد البرلمانيين الدوليين مقابل الشكوى. لا، انا كان في تشويه سمعت الكويت، عشان كذا يتناقشون شنو تشويه سمعت الكويت. هو اللي قاعد يقدم الطلب. اوكي، فهني مدام قدم الطلب خارج الكويت، دستوريا ما يجوز ان نناقش هذا الطلب داخل المجلس، خصوصا ان الرفض مو جاي من مجلس الامه. اوكي، ولا جاي من رئيس مجلس الامه. ليش ايش عيب ما جاي؟ الرفض جاي من اتحاد البرلمانيين الدوليين، وفي لجنه مختصه فيه. أوكي، وهو اللي رفض. يبي يكمل موضوع الشكوى، يشوف شلون الاليه هناك، في عندهم تظلم استئناف، يروح مكان اخر، يروح الامم المتحده، يروح مجلس الامن، حقه. ولكن احنا اي واحد يعني باكر انا اشتكي اي شكوى في اي بلد من البلدان، واي اقول حق المجلس يا جماعه ما قبلوا شكوتي، تعالوا خلينا نتناقش فيها، هذا مو منطق. اكو امور وضوابط دستوريه في الموضوع، مو موضوع مع او ضد، لا شخص كل شيء. ما علي بس شنو السبب اليوم ان انتم كل حجتكم ان يا شعيب طلع الشكوى؟ وين اشكاليتكم فيها؟ لما تقدر تناقشون الموضوع بشكل عام، لازم اكو الحين يناقش موضوع ما يدري شنو. يعني انت اليوم قانون تعارض المصالح، البعض يقول بان خلينا نناقش موضوع تعارض المصالح، خلينا نشوف القانون، اشوف القانون بعدين اقول لك. تقول لي بان اكو عيوب في قانون تعارض المصالح، اقول لك ماشي، قل لي شنو العيوب، اكتبها لي، خلني اقول لك، يمكن ايدك ويمكن اتراجع عن الموافقه. اما انت ما تبي تعرض الشكوى وتقول خلينا نتناقش، في اكو ضوابط. شنو مشكلة ان شعيب ما يبي يطلع شكوى ابو ثامر؟ يعني عندكم تفسير له؟ هو سبب يرجع له. ما كلمته، ما اقدر افتي في هالموضوع. ما سعيت نتواصل وياه تقول له وين الاشكالية وين الشكوى؟ لا، ما صار، بس لان الموضوع انطرح بالمجلس وبالجلسة انطرح بشكل عام، يعني ما كان في شيء خاص فيها. عدم نشر الشكوى شنو يحيلك؟ ما ادري، يعني هذا الموضوع يجب ان يسأل فيه الأخ شعيب، إنه ليش ما يبي ينشر الشكوى؟ بس بس أوكي.